مشاهدينا الكرام أينما كنتم تتابعوننا، أسعد الله أوقاتكم بحلقة جديدة من برنامجكم منتصف النهار. اليوم يوم الخميس، نهاية الأسبوع، وبإذن الله ستكون هذه آخر حلقة أو خميس قبل شهر رمضان المبارك. معكم رندا وعلي. أهلا علي. أهلا رندا، أهلا بكم مشاهدينا الكرام. حلقتنا لهذا اليوم فيها الكثير والكثير من الفقرات. راح نبدأ مشوارنا لهذا اليوم، ونبدأ حلقتنا لهذا اليوم بتقرير غريب نوعا ما وأيضا جميل جدا. بعد فاصل قصير نبدأ معكم، ابقوا معنا. يعني اليوم رح نفتتح حلقتنا وياكم بالعطور، لأن إلها أهمية كبيرة في حياة الكثير منا وخاصة النساء. لا يمكن أن تخرج معظم النساء دون أن تضع العطر، وأنا يعني أنا مبدئيا من الناس اللي لا أتحرك قبل بدون العطر. ولكن هناك مفارقة غريبة رندا، هناك كثير من الناس يعتقد أن إهداء العطور بين الأحباب أو الأصدقاء أو أيا كان قد يسبب الفراق. يمكن هناك كثير من الناس يعتقد بهذا الشيء ويجزم بهذا الشيء وما يهدي عطر مهما كلف الأمر بسبب هذا المعتقد. خلينا نشوف آراء الناس حول الموضوع وراجعين وياكم. عادي يعني يطلعون، يعني اكو بنية تطلع بدون ريحه؟ ما تخلي ريحه يعني؟ قليل يعني، بس هسه بصوره عامه الكل يخلي. زين، شنو العطر المميز يعني؟ اني استخدم شايلس. نعم. تخلين العطر وياك هم بالجنطه تاخذينه وين ما تروحين؟ نعم، بالجنطه خلي. زين، اكو مثل يقول اذا واحد يهدون عطر او ريحه يسوي فراق، هذا صحيح؟ والله يعني جربته، يعني جرب بين خاصة الحبيبين يسوي فراق. بسبارة بابون درينكا مثلا ليك جدابنو. أنا شخصيا أستعمل العطور في كل وقت، ومن المستحيل أستغني عنها، ولا أؤمن بفراق الأحبة بإهداء العطر بين الحبيبين أو الصديقين. مثلا في بعض منهم بيحب الهادئ، في بعض منهم بيحب القوي. هو العطر بشكل عام لو مو حلو ما يعني اسمه عطر، يعني هو بشكل عام كلياتهم حلوين، بس كل انسان حسب ذوقه وشو بيختار. مثلا انا بحب الهادئ، في شخص ثاني بيجي بيقول لي لا بدي القوي مثلا، حسب كل انسان وذوقه. كابلت بون بيدعتي. بالنسبه لي لا اصدق بمثل هذه الاقاويل، لان العطور هي مثل اي هديه تهدى من شخص لاخر، وانا دائما استخدم العطور، ومن الضروري استعملها اثناء الخروج، ومرات احتفظ بها بحقيبتي. اغلب مناسباتنا بها عطر، عيد زواجنا، عيد ميلاد، فهو عطر يعني مرتين ثلاث مرات بالسنة تقريبا تصير العطر الماركة، باقي عادي يعني. عطر ماركة يجيب لي شلون أي عطر يعني؟ لا، عطر الماركة طبعا نختارها دائما، عطور ماركة يعني هي مال المناسبات يعني، تصير مميزة شوية لازم. بالعراق ماشي، إذا اثنين يحبون بعض أو واحد عزيز على الثاني إذا يهدي له العطر راح يسوي فراق، يعني تؤمن بهيجي شيء؟ لا والله حقيقة هذا الشيء مو صحيح طبعا، لأنه أنا مثلا أغلب العطور يعني المناسبات هدايا هذه العطور، فما شفت فارقت واحد يديت له، بالعكس اللي يهدي له عطور هو يتمسك به أكثر. زين، فدائما احنا هدايا إذا عطر ماركة لازم نتمسك بهم أكثر. عطر ماركة بالورق يعني احتياطي. عطر أبو العشرة آلاف أكيد يعوفك يعني، هذا هو من كيف يعوفك؟ دين من عنده. هاي مسألة الفراق والاختفاء ومات وراح، هذه لا مسائل قدرية برد رب العالمين يعني، ما له علاقة العطور. قبل الخزعبلات اللي تعرفها الناس. أكيد هذه من موروثات الخطأ اللي عندنا بمجتمعاتنا. يعني هي الظاهر على نوع العطر، إذا كان ماركة تتمسك فيها. طيب انت منتظر الثاني. انت تتشائم من العطور بشكل عام؟ والله يعني نوعا ما، هو يعني من كثرة ما نسمع حول هذا الامر وهذا المعتقد انه يسبب الفراق، فالكل يعني اي شخص يخاف على حبيبه راح يبتعد عن هذا. شوف احكي لك جملة واقعية، تعتقدين انه فعلا يسبب الفراق؟ انا بصراحة يعني حتى لصديقتي مرة اهديتها عطر ما رجعت حكيت معاها، ووحدة اهدتني عطر يعني ما رجعت حكيت معاها. عن تجربة مع اكثر من حد، وما تعرف يعني شلون
شلون تطلع المشكله وشلون تصير المشاكل، لكن يعني في معظم الاحيان انا بالنسبه لي هذه المعتقدات وجدت لسبب، يعني لم توجد فقط مجرد عبث يعني. حلو، يلا قضيه المنتصف. قضيه المنتصف راح نتابعها بعد فاصل قصير، ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، راح نتكلم بحلقتنا لهذا اليوم عن قضية مهمة جدا وهو واقع الطفولة في العراق. طبعا دائما ما تتناول التقارير العالمية وتتحدث هذه التقارير عن واقع الطفولة المؤلم في العراق. اليوم الطفل العراقي يمكن يعاني معاناة كبيرة في ظل الظروف اللي يعيشها البلد، هذه الظروف الصعبة جدا على البلد من تردي أمني نتحدث إلى تراجع اقتصادي واجتماعي وغيرها من العوامل الأخرى. طبعا كل هذه العوامل زادت من نسبة الأيتام والمشردين والأطفال المتسربين من دراستهم. يعني علي احنا عندما نتحدث عن الطفل نتحدث عن ابسط الحقوق لدى كل طفل، يعني طبعا. نتحدث عن الامان، نتحدث عن التعليم، لقمه العيش، وللاسف الطفل العراقي لا يجد ابسط المتطلبات التي يحصل عليها اقرانهم في الدول الاخرى، مثل ما قلت قبل قليل، التعليم، الامان، لقمه العيش، لان الكثير منهم فقدوا ذويهم، واخرين حرموا من اكمال دراستهم بسبب النزوح، واخرين تسربوا من المدارس ليعملوا في الشوارع. معاناه الطفل العراقي تابعها مراسلنا في بغداد سيف عبد الوهاب، واعد لنا التقرير الاتي لنتابع ونعود واياكم لنناقش القضيه بشكل مفصل اكثر. يعاني أطفال العراق ظروفاً إنسانية صعبة منذ عام 2003 نتيجة الحروب التي توالت على البلاد، جعلتهم يعيشون على خط التيتم والتشرد والأمية وفق إحصائيات أممية تجاوزت أعلى نسبها، واقع فرضته قساوة الأيام على طفولة فقدت أعز ما تملك، هما الأبوين أو أحدهما. اليوم الأطفال في العراق يمرون بمأساة حقيقية. نعم ليس كل الأطفال لكن بنسب كبيرة. اليوم أطفالنا محرومين من حقوقهم يعني كأقرانهم في باقي الدول، محرومين من الكثير من الحقوق. اليوم هناك نسبة كبيرة من الأطفال هم خارج المدارس، يعني بمعنى متسربين من المدارس. احنا يعني هذه اللي نعزوها لأسباب عديدة، منها الوضع الأمني، منها الوضع الاقتصادي. هذه حقيقة كلها أسباب أدت إلى تسرب الأعداد الكبيرة من الطلاب. في هذا المخيم يدرك الأطفال محل بهم، فهم محاصرون بأسلاك شائكة ويفتقرون إلى أبسط محرومات الحياة. يتسابق الأطفال هنا على تنظيف المخيم لعلهم يتناسوا واقعا يعيشون به. بس احنا من نطلع برا نحس عباق قاعدين بسجن، بس احنا مدرسة بديارنا مرتاحين ونابات بننضوج نروح نلعب طابي، نابات دعبل، ونابات الحر يقتلنا حيل حارة نابات. زين امتحنت حبيبي؟ لا ما كملنا. ليش حبيبي ما كملت؟ مو صار وضع مو زين وطلعنا تهجرنا من بيوتنا، نتمنى نرجع للمدرسة على بيوتنا. يا صف مو امتحنت؟ أنا بالثالث. أنا صف سادس. مرات نضوج نطلع نسوي حملة تنظيف، من نكمل إحنا أصدقاء بياناتنا نطلع نلعب نسوي لعبة ونلعب. شو تلعبون حبيبي؟ مرات دعوة مرات طابة برا. ما نقدر نلعب الدنيا حارة، نطلع شوي ننظف ونقعد على الثوب ونلعب، يعني نلعب دعبل ونلعب طابة بيناتنا. نضوج شوي ومرات نطلع نلعب برا، يعني شلون ركضان. شو تحس انت هنا؟ شو الاختلاف عن بيتك؟ والله بيت لم العائلة، ويعني شلون يحمينا من البريد، يحمينا من العاصفة ومن الحار، وغربانا يعني احنا بنات منطقتنا قرايبنا اخوانا واصدقائنا هناك، بس هناك ما نضوج هنا نضوج. الطفل اليوم يطلب منك شيء، ابنك وانت ما عندك كيف تقدم له شيء ولا لا؟ والله شو اقدم له يعني؟ مثل ابنك جاي قال لك بابا اريد فلان، شو ما قدرت تسوي له؟ والله اي والله صعبه شغلت هي، يعني مثل يحتاج هسه عندي طفيله اريد اوديه للطبيب شويه الماده
ما اقدر اوديه للطبيب. والله الطفل كل شيء يحتاجه، الطفل وين الطفل يعني شوف يعني ما شو توفر له شو تقدر يعني احنا لا حول ولا قوه ما ضلينا والله سكتوا معي يلعبون هنا هيك شيء لعبات بسيطه وشغلات ما يقدر كل شيء يسوون لا حول ولا قوه لا يقدر يطلعون لا العاب لا شيء يعني ما الخيام حاره نار نار يعني لا يلون اكو واحد يسوي خيام لا يلون يعني الحكومه عجزت عن الـ عن الـ عن الكرفانات عجزت عن فد شيء زين للاطفال تعال صور هاك شوف الحبوب شوف هاي الحبه كان اكل يعني ما جاي لحق الجهال والله ما يقدر ينامون الليل ما ينامون من حك يعني لا تقول امراض بس الخيام هاي من الحر. وبحسب احصائيات اعلنتها منظمه اليونيسيف ان اعداد الاطفال المتسربين من المدارس قد بلغ 20% من اطفال العراق ويحذر ذوي الاختصاص من ضياع جيل بسبب الاحداث المتواليه على العراق. لبرنامج منتصف النهار سيف عبد الوهاب بغداد. شكرا طبعا لمراسلنا من بغداد سيف عبد الوهاب. نتحدث اليوم عن وقع الطفوله في العراق فضلا عن ما جاء في هذا التقرير وهذا الاستطلاع يمكن اليوم فضلا عن الحياة الصعبة اللي يعيشها النازحين وما شابه ذلك. اليوم نشوف الكثير من الأطفال نتحدث عن مستقبل هؤلاء الأطفال في المستقبل ماذا سيكون هؤلاء الأطفال. نتحدث عن أمر مهم جدا وهو خلق جيل، فهذا الجيل كيف يكون؟ يجب معالجة الأمر من الآن لتفادي الإشكالات في المستقبل. إذا راح نتحدث أكثر عن موضوع مع ضيفتنا من بغداد دنيا علي رئيسة منظمة الحياة لرعاية الأطفال. بداية مرحبا بك سيدة دنيا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يعني نتحدث عن واقع الطفولة في العراق اليوم، كيف تجدين هذا الواقع؟ عزيزة طبعا منظمة الحياة وكادرها الكريم سوينا عدة جولات على النازحين في مختلف أنواع العراق. فقدنا الاتصال. يبدو أنه فقدنا الاتصال بها سيدة دنيا، سنعاود الاتصال بها مرة أخرى. يعني شفتي في هذا الاستطلاع وهذا التقرير اللي نعرض قبل قليل وقع مؤلم حقيقة للطفل العراقي، ويعني من تشرد إلى ضياع إلى مستقبل مجهول. أنا يعني برأيي علي هو الخوف ليس الآن، ولا نتحدث عن الصعوبة التي يمر بها الأطفال في الوقت الحالي. يعني الطفل الذي يمر في هذه الحالة لا يوجد له بيت، لا يوجد له مسكن، القليل من الطعام، وجوده في الحرارة لساعات طويلة وأيضا في البرد لساعات طويلة، هذه ليست المشكلة، المشكلة هي أعمق وأطول. نحن نتحدث عن جيل كامل الآن من الضياع، يعني يتحدثنا عن رغبتهم أو يتحدثون عن رغبتهم بالعودة إلى المدارس ولا يستطيعون أصلا الوصول إلى المدارس في هذا الحال. يعني نحن نتحدث عن جيل الآن لا يتعلم، فهذه مشكلة أيضا أكبر وأكبر. نحن نتحدث عن جيل لا يملك البيوت، لا يملك المال، لا يملك الملجأ والمسكن، وأيضا الروابط الأسرية ليست قوية طبعاً. بهذه الحالة، لأنه أنت تتحدث عن أب لا يستطيع أن يؤمن صح. لأولاده الحالة الصحيحة، ولا الأم يعني إذا كان عندها أطفال أصغر من الأعمار اللي شفناهم لن تستطيع الاعتناء بهذه الأعمار طبعاً. وإحنا نعرف أن الشباب في هذا الوضع أو الأطفال في هذا الوضع عندما يصلوا إلى جيل الشباب لن يتمكن الأهل من السيطرة عليهم، وهنا يقع على عاتق الأهل مسؤولية أكبر وخوف أكبر اللي هو من المخدرات، من الطياش، من الضياع. نتحدث عن أولاد تشردوا في الشوارع ويحاولون كسب لقمة العيش ويحاولون كسب الحياة بطرق أخرى يعني مثل التسول وغيرها من الأمور، ونحن ندخل أيضا بقصص أخرى. يعني هذه مشكلة تكمن بشكل كبير في المجتمع العراقي في الوقت الحالي. نحن خوفنا على الأطفال من المستقبل يعني، وندعو كل الجهات الرسمية والجهات القادرة على مساعدة الأطفال بدعم هذه الأطفال بكافة الطرق الممكنة. يعني هذه النزوح العائلات لهذه المناطق، هذه مناشدة أيضا للحكومات للاعتناء والاهتمام بهذه الفئة، لأنه فعلا ما نراه يوميا وما نراه من إهمال تجاه الأطفال سيكون عليه عبء كبير على المجتمع العراقي في السنوات يعني القادمة. نتحدث اليوم رندا عن أعداد مخيفة جدا، يوم تحدث عن 100,000 طفل مشرد، تحدث عن ربما تجاوز العدد المليون امرأة أرملة، بالتالي هؤلاء الأرامل راح يعني ما عندهم أي مصدر رزق، راح يجبرون الأطفال للنزول والعمل من أجل لقمة العيش. بالضبط. بالتالي هؤلاء الأطفال يعني
راح يعيشون حياة. عندما ينزل هذا الطفل المفروض يكون فيها المدرسة يكون له حياة مثل باقي الأطفال، عندما ينزل للشارع ويعمل وهو مجبر على هذا الشيء، فتتصور المستقبل اللي راح يكون عليه هذا الطفل. يعني اليوم هناك خطورة كبيرة في الأمر. احنا حبينا نتحدث أكثر مع السيدة دنيا علي ونناقش واقع الطفولة في العراق على التماس بهذا الأمر، كونها رئيسة منظمة الحياة لرعاية الأطفال، ولكن فقدنا الاتصال بها. ولكن مثل ما جاء أيضا يعني فوق يعني المشاكل اللي كان يمر بها المواطن العراقي والأزمات والحروب، والآن المشكلة تفاقمت بسبب النزوح وأيضا هذا الوضع الاستثنائي، يعني العدد زاد والمسؤولية أكبر أصبحت اليوم على المؤسسات الحكومية وعلى المنظمات المدنية وعلى الجميع أن يعملوا من أجل حل هذه المشكلة، إنقاذ هذا الطفل من الضياع ومن التشرد ومن مستقبل مجهول ومن مستقبل ربما يعني يصنع جيل يعكس ويكون له ربما يعني سلبيات كبيرة جدا على المجتمع بصورة عامة. على كل علي، ننتقل الآن إلى أخبارنا الفنية والأخبار المنوعة بعد أن سلطنا الضوء على موضوع حلقتنا لهذا اليوم. بعد فاصل قصير ابقوا معنا. احتفلت النجمة العالمية كيم كارداشيان بعيد ميلاد زوجها كاني ويست من خلال صور نشرتها على حسابها الشخصي في الفيسبوك. وتظهر كيم في إحدى الصور مع زوجها وهما يتوسطان فتيان يرتدين فساتين صفراء، وكتبت كيم على الصورة: شكرا سنابلز على حفل الميلاد المدهش لكاني. يعني كل الفنانين يمكن والمشاهير يبتعدون اليوم عن أخذ صور ونشر هذه الصور بدون مكياج، ولكن هيفاء وهبي طبعا نشرت صورة لها على صفحتها الشخصية في الفيسبوك تظهر ملامح وجهها بدون مكياج، وحصلت الصورة أكثر من 100,000 إعجاب ومئات التعليقات التي عبر من خلالها المشاركون عن إعجابهم بالنجمة الجميلة ذات الإطلالات المميزة، مؤكدين أنها حتى بدون مكياج تبدو جميلة جدا. صراحة أنا وجدتها جميلة جدا يعني بدون مكياج. ما شاء الله ما شاء الله، يعني طلع علي يعني أنا بالنسبة لي وجدتها من أجمل أجمل الفنانات. من المكياج؟ أجمل من المكياج نعم. أنا أصلا ما مش كثير أشجع المكياج. لا ما أحب المكياج، ومثل نانسي عجرة مثلا في أكثر من موقف ظهرت بلا مكياج يعني صح. فالجمال الطبيعي ما شاء الله يا هيفا. أيضا المخرج أبدأ إعجابه بصورة هيفا كمان. على كل من جهة أخرى، شارك فارس الأغنية العربية عاصي حلاني على صفحته الرسمية في الفيسبوك جمهوره في تجربته الجديدة التي دخل من خلالها سباق الدراما الرمضانية. خطف الحلاني الأنظار منذ أول لحظة عرض فيها برومو مسلسله الجديد العراب الذي يقدم أول تجربة درامية في رمضان 2015. وأشاد معجبو الحلاني من خلال تعليقاتهم على صفحته الشخصية بإطلالة نجمهم في مسلسله الجديد، فيما أكدوا أنه يذكرهم بظهورها في التسعينات. خايف يا أمل، ورد ما حدا بيشبر بوشه ولا حدا بيمنع عليه شو لازم يعمل.
وننتقل للفنانة اللبنانية مريم فارس، ونشرت مجموعة من الصور على حسابها الشخصي في الفيسبوك، طبعا تظهر إطلالتها الأخيرة في ظهورها ببرنامج صوت الجيل الجديد الذي يعرض على قناة دبي. وأشاد متابعي مريم بإطلالتها المتميزة، حيث عرفت باختيارها الملابس الغريبة والأكسسوارات الكثيرة، كما ظهرت مؤخرا في أغنيتها أمان التي صورتها من ألبومها الجديد. فيديو كليب مميز لمريم فارس وإطلالات غريبة في كل مرة تطل علينا. على كل فقرات المنوعة مستمرة، وبعد الفصل سنكون معكم بفقرتنا الصحية، انتظروا. أهلا بكم من جديد. طبعا لم تبقى أيام إلا قليلة تفصلنا عن شهر الخير، شهر الرحمة، شهر رمضان المبارك. ربما في هذا الشهر، يعني هذا الشهر يختلف عن باقي الأشهر، يجب أن يكون هناك استعدادات كثيرة، يجب أن يكون هناك الكثير والكثير من الأمور اللي تتعلق طبعا بصحة الإنسان وبتغذية الإنسان بصورة عامة. صح علي، يعني لذلك يجب أن يستعد الإنسان لشهر رمضان طبعا، من خلال تهيئة جسده ويعني النظام الغذائي، العادات الغذائية، كل شيء يتغير بشهر رمضان صح. المبارك. اليوم أيضا نتحدث أكثر بهذا الموضوع مع أخصائية التغذية آلاء سكر. أهلا وسهلا آلاء. يعني شهر رمضان كل سنة وبكل عام بنعيد نفس الكلام، ولكن مع ذلك بنحس لسه عادات الخاطئة بتكون موجودة بشهر رمضان، فهل يمكن تهيئة الجسم للصيام قبل رمضان؟ طبعا لازم أصلا قبل رمضان شوي نبلش نعود حالنا على شوية عادات جديدة، خصوصا أهم ناس بلشوا يعني يعود حالهم على عادات جديدة اللي مدمنين قهوة ويعني كافيين، الدخان، ينسي الدخان شوي. الدخان يعني لو شو ما عودتيهم شوي صعب، يعني إحنا بما أنك برمضان قادر تصوم عن الدخان يعني هي فرصة أصلا تقطعه، بس يعني صعب تقنعيهم صح.
بس على الاقل اللي كثير بيشربوا قهوه كثير بيشربوا شاي ادمانهم على الكافيين، واحنا بنعرف الكافيين انه اذا انت بتشربه بكميات كثير بيعمل صداع كثير، وانت عارف انه رمضان جاي قلل، يعني بلش قبل رمضان يعني باسبوعين تخلي الكميه تصير اقل عشان لما توصل رمضان يعني يكون النهار كامل انت قادر تستحمل الصبح وجع الراس لانه ما راح يكون لا في اكل ولا اي شيء. فاهم شيء تبلش تعود حالك اذا انت من النوع اللي بيشرب كثير قهوه ما بتصحصح غير عليها شوية تقلل كميات عشان لما يجي رمضان تكون قادر تستحمل هذا الموضوع. تاني إشي واللي هو كتير مهم شرب المي. هلا المي برمضان أكيد في إلها بروتوكولات كيف نصير نشربها أكتر، بس قبل رمضان بفترة أنت خليك مثلا قبل بأسبوع خلي شرب المي يصير شوي زيادة أكتر، شربك للسوائل أكتر، عشان خلال أول إحنا أول أسبوع بتلاقي في كتير ناس مثلا وقت الفطور ما بياكلوا وما بيشربوا بس بضلهم يشربوا مي بالضبط، بضلهم بصيروا تعبانين فينا يعني. فأنت خلي جسمك على الأقل أول ثلاث أيام لو شو ما نقصت عليه لحد ما جسمك يتعود على روتين رمضان تكون أنت مهيئه ل شهر رمضان الاول على الاول اول اسبوع برمضان. ثاني شيء اللي بيعملوها كثير الناس بهيئوا حالهم بشراء الاشياء الكثيره. صح هلا مش ضروري انت تشتري اشياء كثيره، هو يوم عادي يعني اوكي رمضان له اجواءه بس ما في داعي انت تروح تشتري كل شيء بكميات مفرطة وتصير بدك تاخذها بكميات مفرطة. بالعكس الاستهلاك راح يكون اقل بشهر رمضان لكن الناس تشتري اكثر. تشتري اكثر الناس تشتري العكس تشتري اكثر بالضبط، وبتصير تحطهم بكميات كبيره ومرات يعني بصير مع الوقت بصير بيسابقوا الزمن يخلصوها. هلا في اشياء بتنشر وبتنحط انه مثلا اذا بدك بكميات، بس في اشياء زي الخضار والفواكه ما في داعي تتخزن بالكميات بالضبط. هذا اللي بنحكي فيه، فهو اهم استعدادات بتكون لمرض. طيب نتحدث عن العادات الخاطئه في شهر رمضان، يعني يعني تذكرتي أن هناك الكثير يمكن يعانون من مشكلة هي المدمنين على الكافيين كان السجائر أو القهوة ما شابه ذلك، يعني يفطر على غلاس مي مباشرة يلجأ لشرب سيجارة بالسحور ربما أيضا آخر إشي قبل الأذان بتكة يعني بترك السيجارة بالضبط آخر شيء يسويه هو شرب السيجارة. يعني هذه العادات الخاطئة وتأثيرها على الصحة. هلا على معدة فاضية احنا كلنا بنعرف قديش تأثير الدخان على معدة فاضية بزيد قرحة حموضة زايدة، وغير هيك انت يعني طول الوقت يعني مش صايم هي المعدة يعني طول النهار مش ماكل يعني فترة الصيام كتير طويلة المعدة يعني مشدودة مش مرتاحة كمان يعني اول اشي تستقبله هو دخان يعني ما عليه اللي صام طول هالنهار بيصوم له كمان نص ساعة يعني يعني بدهم يحاولوا شوي يقتنعوا فيها يعني انت كملت كل النهار يعني مش رح تفرق معك هالنص ساعة انك تهيئ معدتك على الأقل مثلاً تشرب كاسة مي ثلاث حبات تمر صحن شوربة صغير تخلي المي ترخي تخلي المعدة ترخي شوي تصير قادرة تستحمل يعني يعني تجهزها لدخان أو لغير الدخان للأكل نفس الإشي. يعني عادة مثلاً بعد شرب المي يفضل أكل التمر وبعد التمر يستنوا نص ساعة تقريباً عشان يشربوا الشوربة مش يعني عشان تكون تقريباً. شوفي هلأ إحنا بالعادة بنحب مثلاً تشرب مثلاً كاسة مي مش أكتر من كاسة مي لأنه في ناس كتير مثلاً أول ما يبلش يشربوا كميات كتير كبيرة هذا بيعمل تربك للمعدة وحتى للأوعية الدموية اللي بالمعدة بيخليها مش قادرة تهضم بيعمل لهم قدام شوي مغص وإمساك بصير عملية الهضم بالمعدة شوي أصعب. فأنت جسمك هلأ بس بحاجة لكاسة مي ثلاث حبات تمر عشان أو كاسة لبن صغيرة عشان ترفع مستويات الطاقة بالجسم سكر شوي خفيف من التمر تاخده يعني صلي أعمل أي إشي بس بعدين خذ لك صحن شوربة صغير هيك بتبلش تعود السوائل اللي أنت فقدتها. حتى الشوربة لأنها يعني ما تشربها كتير سخنة هون انتبه لها إنه ما تشرب كتير بارد وما تشرب كتير ساخن ما تصدم المعدة بالحرارة يعني العالية بالضبط يعني حرارة معتدلة. فالشوربة يعني أفضل إشي شوربة خضار ما في داعي للشوربات الدسمة الكريم اللي بتكون فيها كريمة بالضبط هاي وجزر كريم وبطاطا وشرب أو الشربات الجاهزة تاعت الماجي خليكم على الشربات الخضار يمكن البقوليات يمكن شربات عدس فريكة هاي الأشياء بس برضو بكميات صغيرة ما نكتر منها هيك أنت بتهيئ المعدة يعني أنها تكون قادرة الفطور يمكن الناس تقسم بها قسمين اللي ذكرتيه أنت والقسم الثاني اللي مع الاذان مباشره يبدا بتناول وجبات الفطور وتكون وجبات دسمه ما شاء الله ولا شيء اول حتى ممكن بالمقالي لانه احنا برمضان كثير المقبلات يعني سمبوسه كبه حمص بلحمه يعني معجنات صغيره يعني احنا الموضوع المقبلات برمضان احنا المشكله مش بالطبق الرئيسي يعني احنا لنوصل للطبق الرئيسي بنكون ماخذين اطباق رئيسيه ايوه بالضبط وغير العصير العصير لانه يعني اللي ما بيشرب عصير برمضان بصير يشرب عصير لانهم بيكون
بيكونوا حاسين انهم كثير عطشانين بيصيروا يشربوا كميات عصير بفكروا سكر كثير. بالضبط سكر كثير، ويمكن هون يبلشوا يعانوا من مشكله زياده وزن مع اول رمضان، يمكن انت مش متعود على العصير او متعود على كاسه، احنا لا ممكن يعني وهي بتكون فيها كميات سكر عاليه مش محضره طبيعيا، يعني كلنا بنعرف ان كلهم سكر، فبتلاقي كميات العصير كثير كبيره، كميات المقبلات كثير كبيره، فلما نوصل للطبق الرئيسي احنا بنكون استهلكنا لنا يعني كميه سعرات كثير كبيره يعني. فبدنا ننتبه لهذا الشيء، انه احنا الموضوع تحضيري، خلي الاشياء هاي المقبلات الصغيره وشوي صعب، بس يحاولوا يقتنعوا انه يبلشوا بالطبق الرئيسي، ياخذوا احتياجاتهم الرئيسيه، وانت بعد الفطور بساعتين ثلاثه في وجبه عشاء صغيره ممكن تاخذها تكون فيها هاي المقبلات قبل وجبه السحور اللي هي بتكون قبل الاذان. خلي هاي المقبلات هيك للسهره شيء كثير صغير، انت تكون شبعان فانت تكتفي بقطعه وقطعتين، مش انك تاخذ كميات اكبر. بس برضه يعني انك تاكل مقلي وبوقت متاخر رح يكون شوفي هلا هم عم بياكلوا كثير على الفطور كميات كثير كبيره، احنا مرات بنقول لهم اتركوهم شوي للعشاء بوحده ممكن لانهم بيكونوا افطروا والجسم الجهاز الهضمي شبعوا يعني ارتاحوا بالضبط، فهي قطعه واحده بتكون كافيه، قطعه حلو بتكون صغيره كافيه يعني واحدة منهم مش هداك التأثير الكتير قوي، أحسن ما يبلشوا فيهم وجبة الفطور. المشكلة بالحلو مثلاً إذا الواحد أخذ قطعة خلص يعني بتحسي إن الواحد بكمل فيه. هم خصوصاً برمضان بيقولوا لك أنا بحاجة لسكر فبياخذوا برضو كميات كتير كبيرة صح. فلا خليهم شوي مي، ثلاث حبات تمر، صحن شوربة، السلطات تكون حاضرة بكميات كتير كبيرة، السلطات والخضار لانه هي الياف عاليه وفيتامينات ومعاد، انت بدك تعوض الاشياء اللي عم تخسرها. ايضا المي هاي هلا بدي اقول لك كيف بالضبط لازم نوزعوها، كثير تكون حاضره انها رح تساعد تخلي المي جوا الجسم اكثر. الخضره فيها مي كمان مي كثير عاليه بالضبط، وغير هيك المي هاي بتضلها محبوب يعني جوا الجسم لانه الخضار بتضل بتحبس المي بالضبط، وفيها الفيتامينات والمعاد اللي انت اوريدي خسرتيهم، وبتعطيك شعور بالشبع، ما بتخليك تاكل الكميات المفرطه اللي احنا بعديها بنبلش نحس بالتخمه. يعني يمكن المشكلة اللي تحدثت عن كثير من المشاكل، لكن المشكلة أنه بين وجبة الفطور وبين وجبة السحور دائما الناس تكون هذا الوقت معظمه صاحية والنوم يكون قليل، يعني يمكن الناس تبدأ تنام بالثلاثة أو معظمها بعد صلاة الفجر، فهذه الوقت هذا الوقت كيف أستغله؟ يعني نتحدث صحيا وغذائيا، يمكن الناس تبدأ تخلط بالشرزات وبالحلويات وبالزلطات وأشكال وألوان والحلويات، يعني كثير شغلات. هي هاي مشكلة رمضان. هلأ يمكن قد ما على الفطور يعني أخذ مقالي وقلنا ومقبلات ممكن، بس في حد للمعدة وبيوقف، هلأ وبيريح ساعة ساعتين ببلش الموضوع. هي هاي الفترة الصعبة لأنه ما بيقتنعوا ياخذوا لا فواكه ولا خضار أو مثلا كاسة حليب أو إشي، بيقتنعوا بس بالحلويات، هم بس يعني هو رمضان يعني استهلاكهم بصير حلويات زيادة وعصير زيادة، ما بيشربوا مي، مع أنه مثلا بعد الفطور أنت بس بتكون بحاجة لكميات مي أعلى عشان تلحق تعوض الكميات المي اللي ما أخذتها خلال النهار، فهم ببلشوا بالحلويات. إحنا مش ضد الحلويات، أنت بتقدر تأخذ حلويات لأنه يعني حتى جسمك بيكون بده سكر، بس مثلا يعني مش ضروري قطايف بكميات كبيره وبقطر ومقليه بتقدر تعملها مشويه مثلا تكون مدهونه بس شويه شغل. صراحه المشويه اطيب يعني ممكن تاكل كميه اكبر، ممكن تاكل تنتين مثلا، لكن بيكونوا بنصف السعرات الحراريه، مش ضروري تحط عليها قطر. حتى هذا كمان يستخدموه بالسمبوسك لانه كثير بيقلوها برضه يعملوها مشوي، يعني حاولوا هم السمبوسك تزبط مشويه بتزبط اذا بتندهن منيح بتزبط. اي افكار جديده لا كمان تزبط هم، بس هي الفكره لازم يكون الاكل كثير. طيب برنامج للطبخ يا ريت، ما عندي مشكله ابدا. طيب يعني احنا بنتحدث برمضان عن ساعات طويله من الصيام، يعني نتحدث عن 18 ساعه تقريبا من الصيام اذا مش اكثر، يعني بتوصل في بعض البلدان الى 20 ساعه واكثر، فلكن مع ذلك في بعض الناس متعودين على الغاء وجبه السحور، وجبه السحور مش موجوده من ضمن ما يقوموا فيه برمضان، فنصيحتك بهذا الموضوع؟ على الاقل وجبه صغيره قبل ما يناموا، يعني هلا خلي وجبتك الافطار تكون عن جد وجبه متوازنه، كاسات خصوصا المي للي ما بيصحوا بيتسحروا، يعني هم بيكون عندهم دوام الصبح، يعني مش من الناس اللي بيقدروا يناموا طول فتره الصبح، فهدول هم الناس اللي تقريبا يمكن شوي بيلغوا وجبه السحور. على الاقل قبل ما يناموا كاسه حليب، الكربوهيدرات الصعبه هاي للكل، السحور دائما احنا بدنا اياه يمد الناس بطاقه، فانت اخذت الوجبه اخذت وجبه السحور قبل الافطار او وجبه قبل ما تنام، على الاقل كاسه حليب، بيض، جبنه، البروتينات السهله هاي، يعني اشياء ما بتعطش كمان تكون بالضبط، بدون املاح، مش اشياء دسمه، لانه في ناس بيرجع بياخذوا من وجبه الفطور، في ناس بيرجعوا بيتسحروا مقالي وبيعطشوا، يعني بيعطشوا بكميات لانهم بيلتهوا بالاكل وبينسوا المي. طيب سؤال مثلا، اذا في بعض الاشخاص مثلا يتناولوا بطيخ او بطيخ ممتاز على السحور، بحس البطيخ ممتاز، اصلا البطيخ كميات المي فيه كثير عاليه، يعني هو انت
بنحكي 90% من تكوينه هو مي. يعني انا كنت عطشان الصبح اكلت قطعه بطيخ بس برضه ما نخلي التعويض كله بس بالفواكه والخضار، هي كثير مهمه بس بدهم يتذكروا كاسات المي لانه يعني يمكن اول يوم ثاني يوم بس بعدين الجفاف ببلش. حتى قلت المي رح تعمل لهم امساك، رح تعمل لهم نفخه ومشاكل لقدام اللي الكل بصير يشكي فيها برمضان. حافظ على كميات المي والخضار، وإذا بتقدر يعني شويها يقدروا يطلعوا يمشوا. يعني احنا دائما بنقول بعد السحور بعد الافطار، يعني بعد الافطار ناس قبل الافطار عم هلا اللي بيقدر قبل الافطار يطلع اكيد احنا ما عندنا مشكله، بس في ناس ما لهم طاقتهم ما بيقدروا يتحملوا انهم يطلعوا ويمشوا او يعملوا رياضه. اللي بيقدر قبل الفطور مثلا بساعه كذا يطلع، او اذا قدر الصبح بالوقت اللي بيريحه، بس هو كيف بيقدر يناسبه. ما قدرته بعد الفطور انت قادر تكون تطلع انك تمشي. طيب نرجع للسحور اللي هو يمكن الناس بهذا الوقت اللي هي الساعه قبل الاذان تحتار ايش تاكل او تحتار ايش تعمل، فياكل يمكن رز وياكل لا يعني كثير شغلات. احنا نتحدث اليوم يمكن اكو من ياكل اكلات دسمه ظنا منه انه يبقى باقي النهار ما راح يجوع أكثر وتجوع اكثر. فخلينا نتحدث عن الاغذيه اللي ممكن تخلي الجسم دائما مرتاح ويشعر بالشبع وايضا ما يحس بعطش بنفس الوقت. اول شيء النشويات الصعبه اللي هو الخبز الاسمر، او في ناس مثلا بتاخذ شوفان او اي شيء بتكون نشويات صعبه، لان النشويات الصعبه بتضل اليافها عاليه بتضل بالجسم اكثر وبتحبس معها مي اكثر، انها بتمتص مي اكثر فبتساعدك خلال النهار حتى طاقتها بالجسم تتحرر شوي شوي. فاهم شيء يكون في عندك صنف من النشويات الصعبه. تعلم حط خضار على السحور كثير مفيده، او حبه فاكهه يعني اللي بيريحك يا خضار يا فاكهه. تمام. وجنبها يعني يا جبنه مثلا بيضه او كاسه حليب او بيض او لبنه. يعني لبنه البروتينات السهله مش المعقده، يعني ما تروح على مثلا مقالي او السنيوره. بس البيض بحس كمان هو اوبشن او يعني منيح على السحور جدا، مش اوبشن رائع عشان هم البروتينات اللين بروتينز هذول كثير مهمين على وقت السحور. يعني كثير مهم انك تاخذهم، ما تاخذ اشياء سكرياتها سهله، ان انت بهاي اللحظه ترفع السكر بالدم. خلي اعطي الجسم شويه اشياء معقده شوي، الجسم ما يقدر يهضمها بنفس اللحظة. الأكلات الدسمة شنو تأثيرها؟ شوف الأكلات السحور بالدسمة، أول إشي شعور عطش كتير عالي، لأنه أنت عم تحكي عن كميات دهون كتير عالية، المعدة يعني عسر بالهضم، أنت بتصير بدك تعطش أكتر، بدك تأخذ كميات أكبر، فمع الوقت ما رح أنت ما رح تقدر الصبح تأخذ مي، فرح تلاقي حالك عطشان أكتر. الدهون كتير بحتاج كميات مي لهضمه ل تخزينه لكل اخراجه لكل هاي الاشياء، فانت شيء مدهن ابعد عنه تماما تماما تماما. على كل يعني مواضيعنا دائما لا تنتهي معك اخصائيه التغذيه لا سكر، شكرا جزيلا لوجودك معنا. اذا ننتقل واياكم الى الصحافه بعد فاصل قصير. اهلا وسهلا بكم، نبدا جولتنا مع صحيفه القبس الكويتيه ودماغ المراه يتغير بعد الانجاب. كشف علماء جامعه كولومبيا البريطانيه في كندا ان دماغ المراه يتعرض الى تغيرات غير قابله للعوده بعد الحمل والانجاب، وينصح العلماء بضروره اخذ هذه المساله في الاعتبار عند وصف مستحضرات هرمونيه للنساء في سن الياس. ويقول العلماء أن كل التغيرات التي تحصل في دماغ المرأة بعد فترة الحمل والإنجاب تبقى ثابتة، أي أن الدماغ لن يعود إلى حالته الأولى، لذلك يتغير تفكير المرأة ونظرتها بعد وضع مولودها إلى الوسط المحيط، وبعد حصول هذه التغيرات يبدأ دماغ المرأة الشابة بإنتاج هرمون الأستراديول المسؤول عن جمال الإناث، وهو شبيه بهرمون الأستروجين، في حين أن دماغ المرأة المتقدمة في العمر يبدأ بإنتاج هرمون الأسترون الذي هو أيضا شبيه بهرمون الأستروجين، وعند زيادة مستوى هذا الهرمون في الدماغ تظهر أعراض مرض الزهايمر. وصحيفة العرب القطرية، ومتى تسمح لطفلك باقتناء هاتف ذكي؟ باتت الهواتف الذكية من مفردات الحياة اليومية للأطفال والشباب في وقتنا الحاضر. قالت دراسة ألمانية أن العمر المناسب لاقتناء هاتف ذكي يتراوح بين 11 سنة و 12 سنة، وقبل ذلك يكفي اقتناء هاتف جوال عادي. وأضافت الدراسة أنه ينبغي ألا تغيب طريقة استعمال الطفل للهاتف الذكي عن ناظريهم، ولهذا الغرض ينبغي تفعيل إعدادات الأمان على الهاتف الذكي الخاص بالطفل. وأوضحت الدراسة أنه ينبغي على الوالدين تجربة وظائف معينة مع الطفل ووضع قواعد لاستعمالها سويا، على أن يلتزم الطفل بهذه القواعد حرفيا، حيث يعزز ذلك من الثقة ويساعد الطفل على إحساس بالمسؤولية
عن الجهاز. بالإضافة إلى ذلك ينبغي على الوالدين الاتفاق مع الطفل على أوقات معينة يتخلى فيها عن هاتفه الذكي، حيث يمكن مثلا أن يقوم الطفل بتسليم هاتفه الذكي ليلا إلى والديه أو يتركه في مكان ثابت. من ناحية أخرى تنصح الدراسة بأن يشارك الطفل في تكلفة الجهاز والتعاقد لإدراك أن الهاتف الذكي يتطلب دفع تكاليف مستمرة، ومن الأفضل أن يكون التعاقد بنظام البطاقات المدفوعة مقدما أو أن يكون محدود التكاليف. 12 ساعة الوقت الأمثل بين وجبة العشاء والإفطار، هذا في صحيفة اليوم السابع. أثبتت دراسة علمية أجراها فريق من الباحثين الأمريكيين أن الوقت الأمثل الذي يجب أن يفرق بين آخر وجبة يتناولها الفرد في الليل ووجبة الإفطار 12 ساعة على الأقل. وأوضح الباحثون أن صيام ليلة يخفض من مستوى الجلوكوز في الدم، كذلك يخفض من خطورة مرض السكر، كما أنه يساعد المرأة على تفادي الإصابة بسرطان الثدي. وتنصح الدراسة بالالتزام بالوقت الأمثل الذي يفرق بين وجبة العشاء التي عادة ما تكون في الساعة 8 مساء ووجبة الفطور في الساعة 7 صباحا. إذن مع أخبار الصحافة مشاهدين وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، آخر حلقة من هذا الأسبوع، نلتقيكم الأسبوع المقبل إن شاء الله. ونشكرك مرة أخرى أخصائي التغذية علاء سكر، نتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع جميلة وسعيدة. إلى اللقاء، نلتقي يوم الأحد بإذن الله. إلى اللقاء.